السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. اول فلوق لي في 2017، طبعا تاخرت لي شهرين تقريبا الحين ما نزلت ولا فلوق. اول سبب ضغط الدراسه، كنت البدايه شوي كلاسات ما بعرف اتاقلم على الجو، والسبب المهم هو المشاهدات، لان صراحه ما في اي تشجيع. في ناس كانوا يشجعوني، دخلوا لي في سناب شات، دخلوا لي في تويتر كذا شخص انه يقول لي يبي يشوف فلوقات. طبعا اتمنى كل شخص مهتم اني ينزل فيديوهات، اتمنى ينشر الفيديوهات، اذا شفت في اشتراكات كثيره وفي مشاهدات كثيره كذا يشجعني. لكن بما اني انزل فلوق، مثلا اخر فلوق نزلت تقريبا قبل شهر، بما اني الان ما نزلت فلوق الرجع للسعوديه، طبعا بنزل اليوم. اخر فلوق نزلت تقريبا في جانيوري، ما تعدى الان 100 كذا، هذا اللي حطمني يخليني ما راح اهتم في التصوير، لان التصوير مع الاخراج ياخذ وقت، في النهايه ما في اي تفاعل، كذا يخليني استصعب الموضوع اني اصور واسوي اخراجات. فبليز اي شخص وده اني اكمل ينشر المقاطع، ما راح تخسر اي شيء انك تنسخ الرابط وتنشره، بكذا راح يشجعني ويخليني ارجع اصور نفس اول كل يوم. طبعا خلينا نبدا اليوم. اليوم عندنا الخميس، توني مخلص الكلاسات 10:30 الحين عندنا البداية. عندي مشكلة لازم أحلها، اللي هي الهواء. المشكلة أني ضيعت مفتاح البريد أول أمس، بروح البريد أكلمهم يعطوني مفتاح جديد، لكن قبل ما أروح البريد راح أروح الفاميلي هاوسنج وبسألهم يمكن عندهم مفتاح ثاني، أو أني أروح البريد، لأن الأصل أنك أول ما تسكن هنا في أمريكا أي شقة أي شيء لازم تروح البريد وتجيب معك عقد السكن وتكلمونا تبي المفتاح ورسولنا لكم. نبدأ. طلعت منهم عطوني الأوراق وعطوني الكونتراكت، فلازم أخذ الكونتراكت وأصور الاي دي حقي وأدفع $50. بيعطوني 3 مفاتيح، أنا البداية كانوا معطيني مفتاح واحد بس، فلازم اسوي ديلي واروح البوست اوفيس واكلمهم، بعدين يجي يغير مفتاح البريد ويعطيني الفاتحة الجديدة. لازم اروح لهم اليوم لان عندي اغراض البريد لازم استلمها. يلا خليكم، بروح الشقة الحين بجلس شوي، بعد الصلاة بنطلع. رجعت معكم، الحين الساعة عندنا 1:23، توني مصلي بروح البريد، جهزت اوراق، صورت الاشياء اللي قال لي اصورها، بروح البريد وبرجع الشقة إن شاء الله. تقريبا اليوم هذا اللي بسويه في النهار. قبل شوي يوم كلمتهم قالوا لي لو تقدر تجي قبل الساعة 11 نقدر نعطيك نباتية الحين، لأن البريد الساعة 1 تقريبا يجي، قبل شوي جاء البريد. فلو إني رايح لهم الساعة 11 كان البريد وهو جاي يجي ويغير القفل ويعطيني نباتية، لكن جيت من الدوام تعبان. الحين بعد ما صليت راح أروح لهم، وبكرة إذا جاء بيجي بكرة هالوقت يغير لي نباتية. طبعا سيارة تشوفونها من الداخل وسخة، يبي لي وديها بنظفها من الداخل، بس ما في وقت، واحيانا اذا كان في وقت الجو ما يأهل اني اوقف اصلا برا عشان ابيز السيارة ولا اشيل الوسخة اللي فيها. انتظر نهاية الشهر يمكن، انا الحين الوسخة تقريبا لها شهرين السيارة، وان السيارة الحين اكثر وقت احركها اني اطلع من الشقة اروح الكافي، شبه يومي اروح الكافي اذاكر هناك، وفي الويكند اروح الشباب بس. اوريكم السياره من الداخل شلون. هذه قدام، هنا كمكم الله الزباله، هنا اغراض الاسكا كانكم تعرفون اللي هي شركه الطيران، هنا رسائل البريد، بطاقه الكافي، يعطونك بطاقه اذا كنت تروح لهم على طول يختمون لك هنا ويعطونك فري بعدها. اما ورا شوفوا بس نظره خفيفه، شوفوا كيف هنا ان شاء الله راح انظف السياره. المشكله اللي معقدتني بالسياره هنا اللي لازم اعدلها، هذه كانت عادله بس نزلتها بقوه وطلع صوت، وحين ما ترقى على طول كذا تصير لازم كذا، وكذا برضو تنزل شوي. المشكله اني البس الكبوس، واذا كانت كذا تدقق عندي احيانا. وصلت البريد، راح ارجع اصور بعد ما اطلع لانه ممنوع التصوير داخل.
ما اخذ تقريبا 5 دقائق خلصت على طول، عبيت الورقه وقال لي تقريبا اليوم ما يقدر يجي لانه طلع البريد، مثل ما قالوا لي قال لو انك جاي قبل الساعه 11 فكان اليوم يجي ويغير لي مفتاح البريد ويعطيني مفاتيح، راح يجي بكره يغير قفل البريد ويعطيني مفاتيح. كذا تقريبا هذا الاشياء اللي راح اسويها اليوم مهمه، لان الاشياء الثانيه روتينيه وكل يوم اسويها ما يحتاج اصور مره ثانيه. راح انهي الفلوق الحين لاني راح اروح الشقه بجلس هناك فيها، وفي الليل راح اروح الكافي، ما في اي شيء اصور لكم اياه هناك. يومي هذا تقريبا خلص اليوم الخميس، بكره الجمعه راح اروح عند الشباب نجلس هناك، بكره راح اصور لكم فلوق بسيط راح يكون عنوانه بس عن فقدان مفتاح البريد. اذا فقدت مفتاح البريد في امريكا هنا ايش بتسوي؟ طبعا البريد هنا 3 شركات هو موجوده بنفس منطقتنا، يمكن مناطق ثانيه فيه اكثر، عندنا فيدكس ويو بي اس ويو اس بي اس. طبعا هذا اللي قبل شوي جيت له يو اس بي اس هو الوحيد اللي عنده بريد، اما يو بي اس وفيدكس ما عندهم مفاتيح البريد، اذا طلبت شيء منهم لازم يجون يحطونه عند الباب البيت. فقط اليو اس بي اس هو اللي هو بريد الامريكي هو اللي عنده بريد، وهو الوحيد لو اطلب شيء وراح يوصله هو راح يحطه عندي في البريد، اما الشركه الثانيه راح يحطها عند الباب. وهو اكثر شيء الطلبات تكون عنده لو تطلب اونلاين شيء او بتسوي اي اجراءات حكوميه راح يوصلون عليه. ليش؟ لان اول شيء بريده هو الامريكي، وثاني شيء ارخص بريد موجود هنا، ارخص من فيدكس واليو بي اس. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه بليز، اشتركوا في القناه ابي اشوف اشتراكات كثيره. فاي شخص مره ثانيه اي شخص حاب الفيديوهات وحاب اني اكمل ينشر المقاطع وينشر القناة، وتعليقاتكم تحت تهمني بليز بليز، ابي اشوف تعليقاتكم تحت تشجعني، واللايك والسلام عليكم.